لان متابعي موقع صوت العداله مرحبا بكم في موضوع اللي ثر الاهتمام ديال الراي العام الوطني والدولي بخصوص القضيه ديال الطرد احد ضرير اللي سميتو حكيم. اذا بقاو معنا باش تعرفوا القصه الكامله ديال هاد القضيه. شوف ما خصك تبدا تستعرفت بدا تزكم زوار استعرفت واه هو زكم زوار واه. السلام عليكم اخوتي اخواتي، انا هو الحمامي حكيم الضارير، ساكن في ازمن غران اكل من نابور. المهم غادي نحكي لكم كيفاش وقع كيفاش صرا. المهم هاد الواقعه كانت نعم سيدي المراه ديالي القسمه ديال باها جات ليها في حقها 28 متر. المهم قسمت انا اللي كيهضر معكم الضرير كنت كنخدم الحدود من ليبيا للجزائر، كان المهم الخدمه ديالي داكشي ديال المواد الغذائيه. المهم ملي تبلعات صافي، المهم خصني باش وقفت يعني من الحركه فكرت اش غادي ندير. المهم المرة قالت لي ملي هاد الاخر جات راكم يمكن شفتوها في الفيديو، جات على الطريق الموقع مزيان 120 متر في السمشار، درت فيها واحد مع ثلاثة طبقات، واحد درت تحت كاع المهم ساكن فيه وجوج كنت كنكريهم. صافي المرة كانت كتعاون كتمشي من بوعك واحد البلاصة الفلاحة مزرعة ديال واحد النصراني في داكشي ديال الربيع والصباط، الدرما كتعاون 9.5 دراهم الساعة، عندي جوج ميتات قصيرتان. المهم هي هاديك، كان عندي واحد السرج من تحت كنتنفس بيه الدار كاملة والباب ديال الصح باش كنتنفس، هذا دار عليا الحصار حيت كان بغا يديني هاد البلاصة كان كيدير ليا الحصار. المهم أول مرة دعاني على السرج، شكون اللي عطى لي هاديك السرج؟ كانت تما واحد المرا مسكينه قديمه. المهم هو دابا شرا عليها، انا كاع ما كنتش كنعرفها، ما كانش كاع تما كنعرف هاد السيد، قالت لي حل هاد السرج من هاد الزواق ما تهضرش ماشي مشكل. جا هو شرا على ديك المرا، هي مشات بحالها ما نعرف، المهم مشات بحالها، بقى كيدعيني على داك السرج. المهم قالت لي المرا خليه يبلعو ولا ما يبلعوش، انا ما نقدرش نوقف نمشي نقابل كدا، ما عندها حتى 5 دراهم باش تمشي للمحكمه وداك الشيء. المهم حنا ما كناش حاضرين، دار داكشي اللي عليه. المهم صافي في التالي ربح السرجم. المهم ومن بعد ملي ربح داك السرجم فكر دار ليها بان الطريق بنات بلا رخصة كذا، وحق ذاك الاخر اللي كان كيدعي المرا هي ما كانت عندها والو، كانت دوزرات لي البيع، انا كنت عندي الملكية التصميم فوتوغرافي داكشي الشهادة تاع الوزارة وكاين الحضارة ما فيهاش الطريق. المهم هو كان كيدعي المرا، المرا صحاب ليه زعما داكشي ديال المرا، انا قليتو حتى جا القرار ديال الهدم على سميت شاريتو ميموت، هي الزوجة ديالي هي ما عندها والو. نطا انا قلت له واش جبت له وراق وداكشي. المهم مشيت درت المحامي وداكشي صافي، بقيت معاه في المحكمة. هو عنده شوية النفوذ، عندو النفوذ نعم سيدي، المهم ما نذكرش السمية، عندو النفوذ. واحد راه كان المهم المحكمة كان هنا في الناظور دابا ولا ما نعرف فين، وجا عندي هكا قال لي نحكك فلوسي تخرج بغيتي ولا كرهتي. السبب كان قال المرا ديالي بيعني، عطا لي البلاصة كان درت تما 3 مليون متر وكان كيعطي لها 2 مليون كامل شحال هادي. قالت لي المرا سمح لي انا ما نقدرش نمشي للجبل ولا كدا، عندي البنات المدرسة قريبة والحق ديال با ما نقدرش انا نبيع. من تما قال لي والله حتى تخرجي بغيتي ولا كرهتي، هذا هو الاخر. المهم بقى علينا زعما المراه ما كان عندها والو، انا عندي القانون، دخلت المحاكم فيما مشيت يعني مرفوض طرد كذا، يعني عنده النفوذ هذا الشيء اللي كاين. الوقت اللي جا القرار ديال الهدم بلعت الباب درت كذا، كان عندي 2 سكان كيكريو عندي فوق انا تحت، حال ما تحال علاش غادي نهدمو؟ قلت له بديت تهدمو عليا انا والله ما نخرج من هنا. هذيك هي ما المهم غوت ما درت. صافي كانوا مساكن الصحافة، جميع الصحافة المهم داك الشيء حاضرين، قطعوا عليا الباب. المهم قلت لهم ها انتوما نخرج،
بلا تعويضات بلا هادي. انا عارف شنو كاين، قلت لذاك القاضي قلت له اسمو اسمو، مشى لعندو. المهم كان ما عرفتش شنو كيقول له، قلت له اسمح لي انا ما كنبيعش راسي رخيص، علاش في الاول ما جا عندي؟ كان بغا يعطي له واحد جوج فرانك، قلت له علاش ما جا عندي قبل ما يدير هكا يقول لي كذا. ندير معاه جميع الحلول، ملي وصل للدار جا ذاك اللي ذاك الشيء اللي بغا يعطيني خليه عندي. هزيت واحد ما نعرف واحد المرته خرجت للشارع جلست عليها، ناضوا الناس كيعرفوا كل شيء اش كاين، لان ماشي شارع ماشي طريق، بقاو كيتضامنوا معايا. المهم الناس زعما كانوا زعما، المهم اش غادي نقول لكم، واقفين معايا الله يكثر خيرهم. ربع ساعة نص ساعة، المهم الدار جات لي واحد شوية عاوتاني، عيط واحد المحسن ما عرف منين الدار، قلت له صافي الحمد لله. وخويت الحمد لله راني دابا مستقر في واحد الدار، المهم كنخسر غير شي بصمانو شي المهم شي شوية ديال الثواب راني، المهم بخير 100 متر وثلاثة ديال الفصادات والحمد لله كذا. المهم اش غادي نقول لكم، إن الله غفور يعني. المهم هي هادي بغيت نقول لكم زعما صافي، جا والله التيسير وسيت خليتو دابا دخل الزبوق راه غير كيهتف كان تما. المهم اش غنقول لكم، الدو ديال المراه مشى عند الاخر قال له غادي ندوزها كي سميتو زعما ندوزها لك، حتى قال له ذاك المدير لا راه ماشي على سميتي. المهم خليته دابا هو كيدير ما بغا، قلت له ربح انت انا لا يعاون، بغيتي الدار ها هي دابا خليته حتى يوم القيامه وغادي نتحاسب معاه، حيت انا ضعيف هو زعما في الدنيا قوي عليا. قلت له افعل ما شئت حتى نتلاقاو في يوم القيامة غادي نشوفوه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.